السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ شلونكم طيبين؟ معاكم يوسف فدري، اليوم إن شاء الله أبشرح كيف تلفل بشكل مرة سريع من دون كوستات ووجع راس باستخدام السحر. طبعا فيديو السابق شرحت السحر وأنواعه والأيتمات اللي تخلطها معه عشان تعطيك تأثيرات. فاليوم إن شاء الله بذكر أيتمين لما تحطهم مع السحر راح تدبل لك النقاط أو تعطيك نقاط مرة عالية. الأيتم الأول اللي أنا حاط عليه اللي اسمه رير كوين، تحتاج منه 8 حبات إلى 9 حبات عشان يكون البونس ليفل تحت من 90 وطالع يعني. في ايتم ثاني ايضا يساعد على شو اسمه التلفيل او يعطيك اكسبيريا كاست اللي هو يعطيك الاي اكس بي بونس، اللي هو اسم الايتم هذا دي بيست بانك نوت. طبعا انا بركز على ايتمين هذا، الايتمين هذول اللي هي دي بيست بانك نوت والايتم الثاني اللي اسمه رير كوين، وكيف تجمعهم وكيف تحصل منهم كميات كبيره بشكل سهل. طبعا طريقة انك تسوي السحر اللي شارحها في الفيديو السابق، لكن حبيت اعرضها هالمرة يعني من باب اقولتهم الفائدة فقط، لكن كيفية التجميع راح اشرحها في الفيديو هذا. عموما خلنا نفترض ان معك يعني 8 حبات رير كوين، 15 حبة من الدي بيست بانك نوت، وقدرت تسوي كاستين او سحرين يعني. طبعا في كل ضربة تضربها على العدو راح يعطيك تقريبا 20,000. طبعا ما يهم الدامج حق شو اسمه السحر، لو تحط حبه واحده فاير او حبه واحده لايتنينج او حبه واحده ايس كفيله وكافيه، لان زي ما قلت الدامج ما له فايده، اهم شيء انه يكون اللي هو البونس فوق ال 90. طبعا اول معركه خذتها شفتوا تو اعطوني 120,000، هذه اخر معركه خذتها يوم خلص السحر معي كله صار معي تقريبا 500,000. بعد ما تجمع النقاط هذه حاول جمع كميه كبيره من النقاط، يعني لا تروح يعني للفندق هذا الا معك نقاط كثيره. لما تجمع نقاط كثيره روح الفندق هذا، ليش؟ لان الفندق ذا يعطيك 3 أضعاف من النقاط اللي معك. فانا الحين معي 500,000، فيضربها بثلاثه يعطيني 1.5 مليون. طبعا ليفلي 63، فمع 1.5 مليون وصل ليفلي 88. طبعا انا توقعت اني اوصل 99، لكن 88 خلاص يعني يكفي يوفي، وهذه اول مره اسويها. طبعا بالنسبة لكيفية التجميع، كيف تجمع اللي هو الرير كوين والدي بيس بانك نوت، تروح للمحطة هذه اللي حطت عليها في الخريطة، وأيضا شيك على الساعة يسار تحت، شوف الساعة عندي 33 ساعة و6 دقائق و53 ثانية. أنا ليه قلت لك شيك على الساعة؟ لأن الطريق اللي أمشي عليه ولقط منه آيتمات في الأرض، الآيتمات هذه ترسبن بعد كل ساعة، كل ما تمر ساعة من لعبك راح ترسبن من جديد. طبعا الطريق اللي اسلك فيه وجمع فيه الايتمات على الارض طريق محدد راح يرجعك في المحطه مره ثانيه، تمام؟ الايتمات الموجوده على الارض هذه محصوره في 5 ايتمات زي ما تقول عشوائيه، من ضمنها ايتمين اللي احنا نحتاجهم واللي احنا نبي نجمعهم اللي هي الرير كوين والدي بيس بانك نوت. طبعا تو اخذت اول ايتم اعطاني رير كوين، لكن لما اخذت الايتم هذا اعطاني اللي هو شاترد تايم بيس، وهذا ايتم يعني ما احتاجه. لكن زي ما قلت الطريق اللي انا اسلكه والدرب اللي انا اسلكه هذا يعطيك 5 ايتمات مضمونه 100%، ومن ضمنها ايتمين احنا نحتاجهم. الايتم الاول واللي هو يعتبر الاهم رير كوين، ثم اللي يليه اللي هو دي بيست بانك نوت. طبعا طريقه او الايتمات اللي على الارض تتجدد كل ساعه، كل مرور ساعه راح تتجدد الايتمات هذه. عموما هذا كل اللي عندي بالنسبه للفيديو اليوم، واسف يعني على الاطاله هذا واحد، واسف ايضا على القصور بحيث اني تاخرت في تغطيه اللعبه. عموما هذا كل اللي عندي، وان شاء الله يا رب يكون فيه الفائده والنفع، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ダメだったよな。俺、全然ダメだね。だよな、俺も。
كذا دكتور. لا لا ولا いい天気だな。そうだな。気をつけて。決まってよかったな。ジャケット脱いだらどうだ。雨か。どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。
り釣り。ずいぶん楽しそうだな。気付けろよ。油断禁物でね。一分でいけるか。一分もいらねえ。油断するとやられるぞ。今のよかったな。いい天気だな。そうだね。あ、油断したな僕。速攻で終わらそう。頼もしいな。行こうぜ。おう。さて、どうする？正面突破。うん、後ろは任せる。さっさと助けようぜ。無事だな。はいはい。行くぞ。
か気持ちいいな。そうだな。よし、着いた。